نظم الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها أياما إعلامية حول نشاطاته، وذلك بديوان مؤسسات الشباب لولاية خنشلة. هذه أيام إعلامية تخص التعريف بنشاطات وخدمات الديوان الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة وللمواطنين بصفة عامة. الديوان ينشط في 4 محاور رئيسية، هي الأجهزة التجبيرية، الأدوات المساعدة على المشي، المساعدة التقنية الصحية، وكذلك البدائل السمعية. هذه المنتجات تسلم لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مع مختلف صناديق الضمان الاجتماعي للأشخاص المؤمنين اجتماعيا، والأشخاص الغير مؤمنين يوجههم الديوان إلى مديرية النشاط الاجتماعي، والتي بعد بضعة إجراءات توفر لهم رقم ضمان اجتماعي ويستطيعون الاستفادة من هذه المنتجات كالبقية. في إطار تكفل الأمثل بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها ودرجاتها، ينظم الديوان الوطني أعضاء المعوقين الإصطناعي ولواحقها أياما إعلامية تحت شعار أوناف من أجل إدماج شامل لذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية. تهدف هذه الأيام الإعلامية إلى التعريف بمختلف الخدمات والأجهزة التي يقدمها الديوان لفئة إعاقة من خلال التعريف بمهام الديوان كهيئة عمومية تعمل على تطوير صناعة الأعضاء الاصطناعية، والتي من شأنها تساعد على تأهيل إعادة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة المهنية. ومن جهة أخرى ستكون هذه الأيام مناسبة للأشخاص المعاقين والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة للتعرف على قدرات الديوان في التكفل بهم. وما زالت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تنتظر اهتماما أكبر ورعاية أوسع. من بلدية خنشلة كان معكم بوعزيز توفيق، قناة الأنيس.